طيب ما أدى إلى بما تبرر وجود تركيا في مؤتمر القمة سيد عصام؟ نعم، بما تبرر وجود تركيا في مؤتمر القمة، ألا يدل ذلك على علاقات جيدة؟ لها طبعا. الحقيقة هذه هي من الأخطاء الخطرة حينما حضرت يعني تركيا في مثل هذا المؤتمر، لأن هذا المؤتمر يعني قائم على أساس السلم في المنطقة ونشر السلم ونشر الطمأنينة والأمن، مع العلم الآن يعني شمال العراق يعني القرى الحدودية والأقضية والنواحي والقصبات مهددة من الجانب التركي عن طريق يعني القصف الجوي وكذلك القصف البري بالمدافع والصواريخ وإلى آخره. هذه هي الحقيقة. ولكن أنا قلت الحل أولا يعني التكلم مع تركيا، وإن وجدنا هناك صعوبة فهناك الأمم المتحدة وهناك مجلس الأمن وهناك علاقات دولية وهناك اتفاقات دولية. ففي الأخير إذا تركيا لم ترضى بكل ذلك، إذن لتركيا نوايا خبيثة في المنطقة، ولذلك تنشر يعني جيشها في كل من مثل هذه المناطق بحجة تواجد حزب العمال الكردستاني. فآنذاك يجب على العراق اتخاذ قرار، أولا قرار مدني صارم، وهو يعني عدم استيراد السلع والبضائع وكل ما تركيا تستفيد منها من العراق والعراقيين.